المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 بعد 100 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وسبق لنا أن تكلمنا عن باب الاستئمار وكيف أن المرأة لا بد من استئمارها في زواجها، إن كانت ثيبا فلا بد من أن تصرح بالإذن بذلك، وإن كانت بكرا فإنها تستأذن وإذنها يكون بالسكوت. وقفنا عند هذا ونتم من هنا إن شاء الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثني أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو، ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قلت يا رسول الله، أو قالت، قالت يا رسول الله إن البكرة تستحيي أن تتكلم، قال: سكاتها إقرارها. نعم، الحديث إسناده يعني الإسناد الأول بمتابعته مداره على محمد بن عمرو يعني ابن يعني الليثي، وهو حسن الحديث. ايش درجة عند من صدوق له أوهام؟ صدوق له أوهام، وبالتالي فالإسناد حسن. حتى رواية أبي خالد سليمان بن حيان، هذا الأخضر مش الأحمر الشيخ، أي نعم، أيضا هذا صدوق، وأيضا هو أيضا عن محمد بن عمرو الليثي، عن محمد، ومعاذ بن معاذ أيضا عن محمد بن عمرو، كلهم عن محمد بن عمرو إلا رواية أبي عمرو ذكوان عن عائشة. وهذا شاهد يعني الأول من رواية أبي هريرة، والثاني من رواية عائشة. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم، يعني إذا قيل لها تزوجي فلان تستحي، ربما تبتسم، ربما يعني تنكمش، لا تستطيع أن تجيب. فقال عليه الصلاة والسلام: سكاتها إقرارها. هي لو أنها رفضت ذلك وكرهته تقول: لا ما أريد. كيف لا تستحي من أن تقول لا أريد، لكن تستحي عندما تقول أريد. يعني المرأة حياؤها في قبول الزواج وقبول هذه الأمور أشد من حيائها في رفضه، واضح؟ وبالتالي إذا ثبت إقرارها فإقرارها إذن منها. نعم. شيخ حسن الله عليك، بعد قوله عن محمد بن عمرو ساقط، ساقط ما زاد؟ لا إلى ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو سقط ما بقي؟ نعم، تدونه عندك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت، زاد بكت. قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، هو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس. أو من محمد بن علاء، فيه نسخة أو محمد بن علاء يعني تلميذه، أو يعني تلميذه. نعم. إذن هذا أيضا من طريق محمد بن عمرو، وهو ابن وقاص الليثي الصدوق الذي ذكرنا في النهاية. لا يعني هذه تزيد قوة ما قبل محمد بن عمرو، ولا تزيد الإسناد في جملته بالقوة، لأنه مداره كما ترون على محمد بن عمرو ابن الليثي هذا. لكن فيه زاد فيه بك، فإن بكت أو سكتت، زاد بكت، زاد كلمة بكت في هذا الإسناد. والزيادة إما من محمد بن علاء ابن العلاء ابن كريب أبو كريب، وإما من زيادة من ابن إدريس شيخه،
يعني واحد منهما زاد، لأن من سبق ذكرهم كلهم ما قالوا هذه الكلمة، كلهم ما قالوا هذه الكلمة. طيب محمد بن علاء هذا، محمد بن إدريس أليس ثقتين؟ ها؟ طيب ما المانع أن يزيد الثقة في الحديث؟ الثقة إذا زاد ما لم يخالف فيه المزيد عليه يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. أيوة. هذا الضابط، هذا الضابط. إذا كان الثقة الذي زاد ممن يتحمل قبل، وإذا كان ممن لا يتحمل لم يقبل. جميل. طيب قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، يعني إيش؟ شاذ، يعني أنه شاذ وهو وهم في الحديث. ثم قال: الوهم من ابن إدريس، أو من مين؟ محمد بن علاء. محمد بن علاء. وما هي حال محمد بن إدريس وما هي ما هي حال ابن إدريس وما هي حال ابن العلاء؟ محمد بن علاء بن كريب، أبو كريب، هو من شيوخ الستة، وهو في نفسه ثقة حافظ ولا ثقة حافظ. طيب وابن إدريس ثقة فقط. ولذلك في بعض النسخ الجزم بأنه من ابن إدريس، وفي بعض النسخ احتمال أن يكون من ابن إدريس ومن، واحتمال أن يكون من أبي كريب. والظاهر والله أعلم أن الحمل فيه على محمد بن إدريس، ومحمد بن إدريس لا يتحمل هذا التفرد. محمد بن إدريس لا يتحمل هذا التفرد، وهذه القاعدة يعمل عليها أو يعمل بها المحققون من أهل العلم، والذين منهم شيخنا رحمة الله عليه. لذلك شيخنا رحمة الله عليه رأى أن هذا سبب في شذوذ هذه اللفظة، مع أنه يمكن الجمع بينها وبين ما وبين المزيد عليه. هذه اللفظة يمكن الجمع بينها وبين المزيد عليه، فإن بكت أو سكتت، يمكن أن تبكي ويمكن أن تسكت، يمكن أن تسكت وتبكي، يعني ليست مناقضة للمزيد عليه. ومع ذلك فهذه الحقيقة أن كل زيادة فهي مخالفة، الحقيقة أن كل زيادة فهي مخالفة، لكن هذه المخالفة يمكن أن يجمع بينها وبين المزيد عليه، ويمكن أن لا يجمع بينها وبين المزيد عليه. مخالفة من أين جاء أنها مخالفة؟ لأن ابن إدريس هذا هو من روى عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو كل من روى عنه لم يذكرها، وهم أتقن منه في الرواية وأكثر منه عددا. واضح؟ الذين رووا عن محمد بن عمر يعني مثلا حماد ويزيد بن زريع، المهم من رووا عنه هم أكثر عددا وأتقنوا منه، ما بالهم لم يحفظوا هذه الزيادة. واضح؟ الآن بعض من يدندن على قضية منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وأن كل زيادة يقبلها المتأخرون وهذه لا يقبلها المتقدمون، من الذي قال لك ذلك؟ ابن إدريس ثقة، والإسناد صحيح، أو الإسناد إلى محمد بن عمرو صحيح، والمتأخرون في بنظرهم قالوا بشذوذها أيضا. الشيخ الألباني قال بشذوذ هذه اللفظة، مع أن راوي هذه الزيادة والتي يمكن الجمع بينها وبين المزيد عليه ثقة، محمد بن إدريس، يعني ابن إدريس هذا اللي هو ما هو محمد بن العلاء، ابن إدريس الذي هو شيخ ابن محمد بن علاء، هو الذي رواها وهو المخالف فيها وهو ثقة، ومع ذلك قالوا بشذوذه ولا ما قالوا؟ قالوا. وهذا يعني أن القوم لم يفقهوا حقيقة ما عليه المتأخرون في نظرهم، فظنوهم مخالفين للمتقدمين، ولكن الواقع أن هؤلاء المتأخرين في نظرهم من المحققين عرفوا ما أراد المتقدمون، وفصلوا على وجه لم يفهمه من فرق بينهما، فظنوا بينهما فرقا
وظنوا أنفسهم تبعوا المتقدمين دون المتأخرين، والواقع أن مثل ابن حجر ومثل الذهبي ومثل يعني أمثال هؤلاء ومنهم شيخنا رحمة الله عليه، هؤلاء هم الذين فقهوا منهج المتقدمين وأدركوا حقيقة ذلك المنهج فاتبعوه على فقه لا على تجريد للفقه وظاهر مقيت غير مفهوم ولا فيه عمق وظاهر بغيض، فرقوا بين منهج المتقدمين والمتأخرين وصاروا يحكمون على الحديث من عند أنفسهم بما ظنونه إيش منهجا للمتقدمين، فخالفوا المحققين في زمانهم وفي الأزمنة التي سبقتهم، وخالفوا من خدم الحديث أعظم خدمة، لم يسبق أن خدم الحديث بمثل خدمتهم، وعدوهم يعني جهالا أو مخالفين للمتقدمين لا يعمل بقولهم عندما تتزاحم الأقوال وتحاف الركب فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمر النساء في بناتهن. هذا الحديث هو ملحق بهذا الباب، لأن الباب في استمار نفس النساء، أما أم البنت فهي يعني غير مذكورة في التبويب، لكنه ذيل به الباب، وهذا الحديث ضعيف ظاهر الضعف لأن فيه مبهما وهو الثقة، يعني إذا ذكر الرجل من غير تسميته بأن قيل فيه فلان أو الصدوق أو الثقة أو يعني بلفظ لا يسميه فهو مبهم، أما إن سمي باسم لا يعني لا يعينه فهو المهمل، باسم أو صفة أو يعني إذا قلنا الزهري تعين ولا ما تعين؟ تعين. تعين، لكن إذا قلنا المكي ها لم يتعين إلا إذا كان كنا نعلم المكي من رواية فلان أو الذي يروي عن فلان، لكن مقصود من الكلام أننا إذا نسبناه أو وصفناه أو لقبناه أو ذكرنا أباه من غير أن نذكره أو ذكرناه من غير أن ننسبه فإن ذلك كله يعد إيش ها إبهاما مهمالا له. المهمل غير المبهم، المبهم هو الذي الذي لم يسمى، وإنما ماذا وإنما ذكر على أنه رجل أو فلان أو قيل في مثل كلمة الثقة هذه، أما إذا ذكر اسمه أو نسبته أو إضافته إلى أبيه دون اسمه بما لا يعينه فهذا هو المهمل. جميل. لكن لو قلنا مثلا ابن عيينة أضفناه إلى أبيه تعين ولا ما تعين؟ تعين. وإذا قلنا الزهري تعين. وإذا قلنا محمد، وإذا قلنا في مثل هذا الإسناد قال أبو داود تعين ولا ما تعين في مثل هذه في مثل هذا الكتاب تعين. وإذا قلنا أبو كريب تعين. إذن فيه كنية واسم وإضافة ونسبة يتعين بها، وفيه اسم وكنية وإضافة ونسبة يعني يهمل، يعني وهذا قد تزيد عليه أيضا أن تنسبه إلى المهنة مثل الحداد والفخار والنجار وغير ذلك، واضح. لكن هناك من النسب ما يعني يظهر بها ومنها ما لا يعني لا يظهر بها، وأحيانا الكتاب يعين مثل أن تقول البزار في كتاب معين وتقول الـ يعني تسمي رجلا في كتاب معين فيتعين به بالكتاب أو في باب معين أو في شيخ معين، المهم أنه إذا لم يتعين لكونك لم تسمه فهذا مبهم، وإذا تعين مع أنك سميه وإذا لم يتعين مع أنك سميه